السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وبصحه وعافيه. اليوم جيت نشارك معكم الكريمه اللي درتها في هاد لي تارتولات. لو فون تاعهم شريتو من سوبيرات، راهم يتباعوا في لي سوبيرات ولا عند اللي يبيع مواد الحلويات. يجو فيها الباطا، يجو فيها 10 25 ألف. فوالا، دونك هاد التحليه اقتصاديه وبزاف سهله. دونك هنايا لو بروميير انغريديون اللي عندنا هو الحليب. نديرو نص لتر تاع الحليب، قيس 10 حبات، نص لتر تاع الحليب، ونزيدو فيه 2 مغارف كبار تاع السكر، 2 مغارف كبار تاع المايزينا ولا فاني. انا كيفاش درت؟ جبت شويه حليب، درت فيه المايزينا والسكر ولا فاني، خلطتهم وحدهم ومن بعد ضفتهم في هذاك الحليب باش ما يديرليش لي غرومو. من بعد نخلطوه ونديروه فوق النار، نحطوه فوق النار. فوالا، نعاودو نحطوه فوق هذاك الحليب ونديروه فوق النار، نبقاو نحركو هكذا فوق النار حتى يولينا الخليط تاعنا هكذا عاقد، يولي لنا عاقد. من بعد واش نديرو؟ هاد لي طارتولات ساهلين ماهلين، تحضروهم الا كان عندكم ضياف تمتم تحضروهم. فوالا، اللي حبيتو تحضروا لي فون تاعهم في الدار بلا باتا سابلي، سهله مهله كامل تعرفوا تحضروا بلا باتا سابلي، سينو تشروهم هكا سهله وتعمروهم في الدار. من بعد ما تبرد، بعد ما نحيوا لاكريم تاعنا من الوسمو من الفوق، نحطوا له شويه زبده، شويه مارغارين ولا زبده، نخلطوا نخلوها دو كوتي. بعد ما تبرد نخلطوها بالفوي ونحطوها في لابوش هدوي، ونحمروا بها لي تارتولات تاعنا. فوالا، كريمه سهله مهله بمقادير اقتصاديه. دونك هنايا واش ندير؟ نروح ندوبو سوبر كريم تاعنا، نحطوها في الميكرووند شويه برك، نديرو شويه فوق هذيك الكريمه. من بعد نديرو الفواكه اللي عندنا، ديروا الفواكه اللي عندكم، الا عندكم البانان، تشينا، لامونداغين، لافخيز، كيما تحبوا. بصح كي ديروا لافخيز ديروا سوبر كريم تاع لافخيز. انا درت سوبر كريم تاع لافاني. فوالا، نحطوا الفواكه تاعنا باش يلصقوا لنا هكا. من بعد نخلو سوبر كريم تاعنا تعاود تبرد تشد روحها نورمال، باش نعاودو نحطوها فوق هادوك لي فروي. فوالا، بعد ما درنا لي فروي تاعنا، نشدو تاني طبقة، نديرو لها طبقة تاع لا جولي ولا تاع سوبر كريم ولا تاع لا كونفيتور، واش الحاجه اللي تكون عندكم في الدار. تقدروا ديروا مام هذيك العسيله اللي ديروها للمقروط الا ما عندكم والو. المهم ديروا تبقى من فوق هاد الفواكه باش ما يكحالوش معانا، باش يتقعد لا كولور تاعهم ديما هكذاك، ما تبدلش لا كولور تاعهم. سورتو البنان والتفاح كي نقطعوهم تتبدل لا كولور تاعهم، الوغ كي تحطوا لهم العسيله ولا سوبر كريم ولا لا جولي ولا لا كونفيتور تبقى لكم هكذاك تبريي وتبقى اللون تاعها هكذاك. فوالا، بعد ما كملت لي طارتولات تاعي، شوفوا كيفاش خرجوا يهبلوا بنا ولا اروع. خرجوا لي بنان اون بليس، المقادير تاعهم بسيطه، يعني تقدروا تفرحوا رواحتكم وتفرحوا ضيافكم بحاجه اقتصاديه. فوالا كيفاش خرجوا لي يهبلوا يحمروا الوجه. ان شاء الله تكون عجبتكم لا غوسيت اللي شاركتها معاكم. ما عليا غير نقول لكم امسيه طيبه، صحه فطوركم وصحه سهرتكم، والسلام عليكم.